تحت رعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع بطريركية السريان مار أفرام السرياني وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدأت فعاليات مهرجان أبيض في حديقة الباسل بطرطوس بفعاليات فنية ونشاطات تفاعلية لمجموعة من الشباب والشابات. كلمة البياض هي طبعا احنا تفاؤلنا بالمستقبل، بالمستقبل الناصع لسوريا الحبيبة. شبابنا وصبايانا لعندهم مخزون فني وثقافي، نحن لازم نترجم لهم اياه، نبرز لهم اياه، نوضحه من خلال مهرجانات وفعاليات مثل هذا النوع من الفعاليات. يعني رسالتنا من خلال هذه الفعالية انه عم نقيم هذه الفعالية بمناسبة يوم الشباب العالمي اللي هو ب 12/8، يوم السلام العالمي اللي هو ب 21/9. رسالتنا هي رسالة سلام لسوريا ولكل العالم. هو رسالة حب وسلام من بلد السلام سوريا، يحملها الشباب السوري بلغة الفن، لغة الحياة في مواجهة لغة الموت الذي يتقهقر بصمود السوريين ووقوفهم جنبا إلى جنب مع حماة الديار رجال الجيش العربي السوري.